اللي يوفوا المرحلة الأساسية، أعطاهم الفرصة لياكي يتابعوا مسارهم التربوي على مستوى التعليم الثانوي. هو الحد من الفوارق بإنشاء إعداديات ريفية استفاد منها المناطق الريفية وبعض الأحشاء الهشة في المدن الكبرى. وحول مشروع المرسوم المعدل لبعض ترتيبات المرسوم رقم 34/2011 القاضي بتنظيم شهادة البكالوريا، استعرض وزير التهذيب الوطني الإجراءات المتخذة لتحسين وتنظيم العملية. مترشح كامل لما يجبر نتيجة تزيد على 25 ما تلحق له يترشح. النقطة الثانية هو تتعلق بالحق في الرسوب. المنظومة التربوية عندها معايير وتعطي الحق في أن تلميذي ما نجح في السنة العادية والله ما نجح في البكالوريا عنده الحق أنه يعيد. يقين على مستوى البكالوريا هاي الضوابط ما هي مطبقة لأن قد ود فيه ثغرة. وتضمن المؤتمر الصحفي عرضا للبيان المتعلق بوضعية خليج الراحة بن واذبو قدمه وعلق عليه وزير الصيد والاقتصاد البحري. من هذه الإجراءات اللي انقبلت على العجالة هي التوقيف الفوري لكافة مصانع دقيق السمك اللي ما تحترم بعض الشروط اللي في الدفعات التزامها، وذيك الشروط حصرناها على ثلاثة، هو عدم ضخ مياه ساخنة في البحر، عدم ضخ مياه ملوثة فيها عناصر عضوية ديزينيما أورغانيك، وعدم دخان في الرائحة. وفي رده على سؤال حول عدم تعليق الحكومة على قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس، أكد وزير الشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة أن الحكومة ترفض وتندد بهذا القرار. موقف الحكومة واضح وبين، الحكومة ترفض وتندد بهذا القرار وتعتبر أن التداعيات المحتملة لهذا القرار ستكون خطيرة وسلبية على المنطقة. وبخصوص استشهاد الدرك الموريتاني في وسط إفريقيا وما أثير حول تأخر الحكومة في إعلان وفاته، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة: هذا الدركي يعمل في قوات تابعة لحفظ السلام في جمهورية وسط إفريقيا، واستشهد يوم 4 والبيان ذكر أنه استشهد، بمعنى أن هذا الجندي أو الدركي إن صح التعبير كان يزاول عمله في مهمه في وسط إفريقيا لحفظ السلام، والبيان خرج في الوقت المناسب. وكما تعلمون هذه القوة ليست تابعة لوزارة الدفاع وإنما هي تابعة للأمم المتحدة. في الشأن البرلماني، عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية مساء أمس اجتماعا برئاسة السيد الطالب مصطفى والمحمد الأمين رئيس اللجنة. خصص الاجتماع لمناقشة ميزانية مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني في مشروع قانون للمالية الأصلي لسنة 2018. وقدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ تراد والعبد المالك خلال الاجتماع عرضا أبرز فيه الخطوط العريضة لمختلف بنود هذه الميزانية التي تبلغ 500 مليون أوقية. شهدت المديرة الجهوية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا بالتجربة الموريتانية في مجال التكفل بعلاج مرض السرطان واستعداد السلطات العمومية لتقاسم هذه التجربة مع بلدان المنطقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة في إطار التعاون القائم بين بلادنا والمنظمة. وزير الصحة البروفيسور كان بوبكر والمدير الجهوي لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا بالمركز الوطني للأنكولوجيا مؤتمرا صحفيا تناول أوجه التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة، ذمنا خلاله مختلف جوانب التعاون القائم بين بلادنا والمنظمة.
وزير الصحة أكد أن قطاعه قام بجهود جبارة في مجال إيصال الخدمة الصحية إلى جميع المواطنين على مختلف التراب الوطني، مؤكداً على الجهود المقام بها في مجال الحد من وفيات الأمهات والأطفال، والتي شهدت انخفاضاً مضطرداً بالمقارنة مع السنوات الماضية. وبدورها أوضحت المديرة الجهوية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا أن اللقاءات التي أجرتها مع الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ووزير الصحة أظهرت التزامهم بكل القضايا الصحية، مما يبرهن على الاهتمام الذي توليه السلطات الموريتانية للجانب الصحي، والذي تجسد من خلال زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة. وأضافت أن اللقاءات تميزت بتطابق وجهات النظر والاتفاق على الالتزام بدعم الشراكة من أجل الحفاظ على صحة السكان وتحسينها. وعبرت عن ارتياحها خلال زيارتها لبعض المنشآت الصحية بنواكشوط، مفيدة بالتجربة الموريتانية في مجال التكفل بعلاج مرضى السرطان، واستعداد السلطات العمومية لتقاسم هذه التجربة والتجهيزات الحديثة التي تم تزويد المركز بها مع بلدان المنطقة، وهي مبادرة جديرة بالتشجيع لا سيما الاتفاقية بين موريتانيا وتشاد في إطار الجنوب مع الجنوب. تؤكد المديرة الجهوية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا التي جددت في هذا الصدد استعداد المنظمة لمواكبة موريتانيا في جهودها الرامية إلى إيجاد تغطية صحية شاملة لا سيما الهدف رقم 3 من أهداف الألفية. وكانت المديرة الجهوية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا قد قامت بزيارة المركز الوطني للإنكولوجيا، حيث تجولت في مختلف أجنحة المركز، وقدم لها مدير المركز البروفيسور المصطفى والمحمد شروحا مفصلة عن طرق العمل بهذه المؤسسة الاستشفائية التي تم إنشاؤها عام 2008. احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري صباح اليوم اجتماعا لعرض نتائج الورشة العلمية حول التنوع البيولوجي والنظم البيئية في موريتانيا، التي جرى تنظيمها مؤخرا في مدينة واليبو من قبل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بدعم من التعاون الألماني. عرض نتائج الورشة العلمية حول التنوع البيولوجي والنظم البيئية في موريتانيا التي نظمها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بدعم من التعاون الألماني مؤخرا في مدينة واليبو. وموضوع هذا اللقاء الذي ترأسه وزير الصيد والاقتصاد البحري بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. شهدت هذه التظاهرة مشاركة باحثين من معاهد وجامعات عريقة في ألمانيا وإسبانيا وهولندا، مهتمة بالبحث في مجال علوم المحيطات في المياه الموريتانية، وهي مناسبة نغتنمها اليوم لأعبر لكم عن خالص شكرنا لحضورهم وكامل تقديرنا لمستوى التعاون القائم بين مؤسساتنا العلمية. التظاهرة عرفت مشاركة باحثين من معاهد وجامعات عريقة من ألمانيا وإسبانيا وهولندا تهتم بالبحث في مجال علوم المحيطات في المياه الموريتانية. هذه الورشة كانت ورشة تقديم خلاصة الأعمال، أعمال الورشة التي قام بها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بالتعاون مع وزارة البيئة وخاصة إدارة الرقابة البيئية، وهي حول التنوع البيولوجي والنظم البيئي. وقدمت هذه الورشة نتائج الأعمال البحثية التي قامت بها المؤسسات ومكنت من استكشاف المنطقة القارية لموريتانيا. عروض عديدة تابعها المشاركون في اللقاء أبرزت التنوع البيولوجي البحري في المياه الموريتانية، وبينت مستوى غنى هذه الشواطئ بمختلف عينات وأنواع الأسماك والكائنات البحرية. نظمت السفارة اليابانية مساء أمس بنواكشوط حفل استقبال بمناسبة عيدها الوطني 84. حضرت الحفل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج السيدة خديجة من تمبارك فال. وقد شكل الحفل فرصة لسعادة السيد هيزاتسو هوغو شيميزو، ذكر خلالها بعمق العلاقات التي تربط بلاده بموريتانيا. نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني صباح اليوم في نواكشوط
حفلا بمناسبة انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشرة من شهر دجنبر من كل سنة. يجري تخليد هذه المناسبة تحت شعار 70 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. انطلاق النشاطات المخلدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان هو عنوان هذا اللقاء الذي جمع العديد من المهتمين بالمجال من منظمات حقوقية وهيئات دولية. اللقاء كان فرصة لتقييم المراحل التي قطعتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان والجهود التي تم بذلها في هذا الإطار. عرفت حالة حقوق الإنسان في بلادنا في ظل القيادة الرشيدة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز تقدما جليا تجسد من بين أمور أخرى في مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على مخلفات الاستقاق ومحاربة الممارسات الضارة بالمرأة والاعتناء بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتحسين من ظروف المعيشين نزلاء السجون والوقاية من التعذيب، وهي جهود مرضية ثمنتها المنظومة الدولية عاليا. وفي هذا الإطار تنتهج حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى الحدامين سياسة تقوم على اعتماد مشروع طموح لبناء مجتمع متقدم يقوم على دولة القانون وترسيخ الديمقراطية ونشر العدالة واحترام الحريات عبر تطوير وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية لصالح كافة فئات الشعب الموريتاني. ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا السيد كهارت ساتروس قال إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يبقى بعد 70 عاما مضمونه واردا حيث سيسمح بالتشبع بالحقوق، وأضاف أن مبادئ حقوق الإنسان باتت مهددة ويتعين الدفاع عنها. أما المنسق المقيم لهيئة الأمم المتحدة في بلادنا السيد ماريو ساماجا فقد وضح في كلمته بالمناسبة أن حقوق الإنسان هي أساس كرامة الإنسان حيث يتعين على الحكومات ضمانها رغم التحديات القائمة، مؤكدا أن دفاع عن حقوق الإنسان يحمي الجميع. وتخلد بلادنا هذا العام اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت الشعار 70 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسيشمل تخليد هذا اليوم تنظيم العديد من الأنشطة المتنوعة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني. ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول حصيلة المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في بلادنا. الآن إلى الرياضة وفاطمة تونت محمد محمود. مرحبا بك. شكرا لك أحمد، والمزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدنا الكرام، نبدأ أخبار الاقتصاد بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. خفضت مؤسسة ستاندر أند بورز التصنيف الائتماني للديون في جنوب إفريقيا بالعملة المحلية درجة واحدة نتيجة إعلان وزير المالية ارتفاع عجز الموازنة. في هذا السياق طالب صندوق النقد الدولي جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مالية لتجنب الزيادات غير المبررة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من أجل تعزيز الإيرادات الضريبية وخفض النفقات غير المنتجة والحد من التضخم. ارتفعت مبيعات السيارات الألمانية في الصين بشكل ملحوظ مدفوعة بحجم المبيعات القوي للسيارات، وارتفع حجم المبيعات العالمية للسيارات بنسبة 6%، وكان لذلك تأثير على حجم المبيعات العالمية للشركات الألمانية الثلاث لترتفع بنسبة 7%. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. أخبار الاقتصاد، شكرا على كرم المتابعة، عودة إلى أحمد بعد الفاصل. أهلا
أهلا بكم من جديد. اختتمت اليوم في مباني كلية العلوم والتقنيات بجامعة نواكشوط العصرية أعمال الأيام الدولية الأولى للكيمياء. سعت هذه الدورة إلى إبراز دور الكيمياء في تطوير المقدرات الاقتصادية للدول. بعد 3 أيام من النقاشات والعروض العلمية الرامية إلى وضع أجوبة للقضايا والإشكالات المتجددة في مجال الكيمياء، اختتمت الأيام الدولية الأولى للكيمياء والتي تم تنظيمها من طرف الجمعية الموريتانية للكيمياء تحت عنوان الكيمياء والتنمية المستدامة، التحديات والآفاق. رئيس جامعة نواكشوط العصرية البروفيسور أحمد الحوبة ذمن بهذه المناسبة مستوى النقاشات والعروض التي تم تقديمها طيلة هذه الأيام باعتبارها رصيدا معرفيا يمكن الاستفادة منه والبناء عليه في إطار البحث العلمي عموما والكيمياء على وجه الخصوص. رئيس الجمعية الموريتانية للكيمياء أثنى بدوره على مستوى التفاعل الذي ميز جلسات هذه الأيام والقيمة العلمية للعروض والدراسات التي قدمت خلالها. أنتم تختتمون أعمال الأيام الدولية للكيمياء بعدما أبليتم أحسن بلائن ووفقتم كل التوفيق في إذراء وإنجاح ملتقان المبارك هذا الذي لا شك قدمتم فيه واستفدتم من بعضكم بما سوف يرجع بالخير الكثير للبحث العلمي بصفة عامة ولأوطاننا بصفة خاصة وكذلك للبشرية والرفاه الإنساني في المعمورة. الوفود المشتركة من دول المغرب العربي والسنغال وفرنسا وإيطاليا عبرت بدورها عن سعادتها بهذه المشاركة والتي شكلت فرصة للتبادل المعرفي والتعاون العلمي في مجال الكيمياء، وأكدنا أن ما تم تقديمه خلال هذه الأيام سيكون إضافة في مجال تطوير البحث العلمي والمساهمة في تأكيد الدور الذي تلعبه الكيمياء في تعزيز تنمية الدول اقتصاديا وصناعيا. هذه المرة بالفعل إلى الرياضة وورد متبع. مشاهدينا نشط الرياضة بعد قليل. أهلا بكم. كشفت صحيفة فرانس فوتبول عن نتائج تصويت 176 صحفيا رياضيا يمثلون دول العالم لاختيار الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2017 التي فاز بها للمرة الخامسة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وجاء تصويت ممثل موريتانيا الدكتور محمد الحسن رئيس جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين على النحو التالي، إذ اختار الدكتور محمد الحسن في المركز الأول كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي ونادي ريال مدريد، وفي المركز الثاني نيوليل ميسي نجم النادي الكاتالوني برشلونة، وفي الثالث نجم جوفنتوس ديبالا. تتواصل بالعاصمة نواكشوط فعاليات الأيام الأولمبية المنظمة من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضة، وذلك بدعم من التضامن الأولمبي لصالح عدد من التلاميذ الأحياء الشعبية بالعاصمة. وقد تميز اليوم الثاني من هذه الأيام بإجراء مباراة في كرة القدم إضافة إلى سهرة ترفيهية. الزميل عبد الحميد سالم يرصد لنا في تقرير التالي أجواء اليوم الثاني من هذه التظاهرة من خلال التقرير التالي. هي مباراة استعراضية تجمع بين فريقين من فرق الهواة يمثلان بعض المدارس بالأحياء الشعبية في العاصمة نواكشوط. المباراة هي أولى الفعاليات الرياضية ضمن الأيام الأولمبية المنظمة من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية في دورتها للعام 2017، وذلك بدعم من التضامن الأولمبي بمشاركة أزيد من 30 تلميذا من تلامذة الأحياء الشعبية بالعاصمة نواكشوط. المباراة استضافها ملعب المرحوم شيخة والبيدية، وأظهر خلالها الفريقان قدرات فنية واعدة في مجال الساحرة المستديرة. وضمن ذات الأيام الأولمبية نظمت اللجنة المشرفة على هذه التظاهرة الرياضية الموسمية سهرة ترفيهية قدمت خلالها العديد من الألعاب التي تم عبرها اختبار القدرات الذهنية للمشاركين من التلامذة ومنحهم فسحة لتسلية مفيدة وإظهار قدراتهم ومهاراتهم الذاتية.
أفادت مصادر الإعلامية اليوم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يتجه إلى تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا له الشهر الجاري في بلادنا، وكان من المقرر أن يجري الاجتماع بمشاركة جميع الاتحادات الكروية في القارة الإفريقية قبل أن يتم تأجيله إلى بداية العام المقبل 2018. ويعود التأجيل إلى عدم اكتمال بناء مدرجات ملعب المرحوم شيخ أبو البيضية التي يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم تركيبها رفقة بعض المرافق الرياضية الأخرى. نهاية نشرة الرياضة، شكرا لمتابعتكم، بعد قليل تلتقون أحمد الحسن. بالرياضة تنتهي نشرة أخبار الثامنة، تابعتموها عبر الموريتانية وتابعتم فيها. لجنة المالية بالجمعية الوطنية تناقش ميزانية مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018. المديرة الجهوية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا تشيد بجهود موريتانيا في توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين. انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار 70 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلى اللقاء. بس واتساب من يومين إلى 6 أيام من دون كونكسيون واتسابك تمام واتساب في معاه للدشرة والأخيام بس 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 واتساب بس واتساب حصري الموريتال